في بيانه قدم صاحب الغبطة الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر التعازي للكنيسة الأرمينية لصاحب السيادة المطران كيريكور كوسا مطران الأرمن الكاثوليك بمصر في وفاة صاحب الغبطة الكاثوليكوس البطريرك كيريكور بيدروس العشرين بطريرك الأرمن الكاثوليك. وجاء بنص البيان: باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية وبالأصالة عن نفسي نقدم التعازي للكنيسة الأرمينية ولسيادة المطران كيريكور كوسا في وفاة الكاثوليكوس البطريرك كيريكور بيدروس العشرين والذي انتقل إلى السماوات على رجاء القيامة بعد مسيرة حافلة بالتفاني والمحبة والعطاء، ونطلب من الله القدير أن يجبر روحه الطاهرة في الفردوس السماوي.